رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. زي ما قالت نجلة قبل ما نطلع للفاصل، يعني فعلا الرائحة جميلة ومشهية جدا، والأكلات الشعبية بتمتاز بروائحها النفاذة الصراحة. وإحنا يعني لا تقرب على الناحية الشعبية كثير. أيوة. في عنده نقطة ضعف تجاه طبق معين، لكن طبق اليوم أتوقع كلنا نحبه، وحنسمع إيش هو طبق اليوم وكيف تحضيره مع الشيف نورة. أهلا وسهلا فيك يا شيف نورة. يا هلا ومرحبا. يا هلا وسهلا وحياكم الله معنا. اليوم معنا طبق المرقوق، طبق شعبي ومشهور ومعروف، ولكن اغلب الاخوات في طريقه استعداد يكون عندهم اغلاق بسيطه. فاولا لازم يكون المرقوق بالشكل هذا، يكون بالشكل هذا خفيف من جميع الجهات، ما تكون في منطقة ثقيلة ولا منطقة خفيفة. هذا أول شيء. ثانيا قبل الإعداد لازم يكون في كيس بلاستيك وليس معرض للهواء عشان ما يجف ويتكسر. المقادير المطلوبة: طبعا حسب عدد افراد الاسره، اكيد صحيح، نص كيلو لحم غنم او حاشي حسب الرغبه، بالعظم او بدون عظم حسب رغبه سيده البيت، بصل، طماط، حسب هذه الثلاث الأشياء اللي مع بعض، اللحم مع البصل مع الطماط، توضع في قدر خارجي أولا مع ماء حار وتترك تغلي. بعد ذلك تغلي شف، ما نعطيها مثلا ما نشوح البصل مع الطماطم مع اللحم أولا؟ لا، لأن اللحمة يكون فيها كمية الزيت دهون عالية، تكتفي بعملية الغلي. بعدين ناخذ نجيب قدر ثاني نضع فيه الفاصوليا والجزر، وناخذ موية اللحم على الفاصوليا والجزر، وتترك تغلي على حتى تاخذ اكتفاء. حتى تصبح بهذا الشكل مع اللحمة. كثير من الأخوات لما يجون يطلعون المرقوق يضعونه بهذا الشكل من القراص على طول في القدر، فهذه الطريقة طبعا خاطئة.
حسب مقاس القدر، إذا كان القدر في الحجم هذا طبعا يوضع الكبس كامل. إذا كان القدر طبعا هذا الاطباق اللي ما نقدر انه نحضرها قبل فترة طويلة صح؟ يعني لا أرد على طول في نفس اليوم، في نفس اليوم والله، وكمان قبل ما ناكل يعني يكون جاهز ويدوب شارب بزيادة لانه هو اصلا ما يبي الا ساعة واحدة بعد ما ينتهي وضع الجميع في مع الخضار مع اللحم ساعة واحدة بس. بعدين نضع ايش؟ الصلصة، معجون الطماطم مع الكاري ملعقة، مع ملعقتين زيت، مع الكمون، مع الملح. الزيت ليش؟ عشان يعطيه ليونه شوي، لان يمتص الاول. فلذلك نضع معجون طماطم مع الكاري مع الزيت مع الكمون مع الملح. ليش ما حطيت الملح الاول؟ لان اذا حطيت الملح مع اللحمه راح تشد صح، ولكن خليها تستوي بعدين نحط معها جزء بسيط. طب عندي هنا سؤال، تقول لك السيدات اللي يبيعوا هذه الاكلات الشعبيه بالحافظات، هل يخلوا الصلصه برا عشان يحافظوا على انه يكون العيش يعني شويه مو متشرب على الاخر، ولما تغرفها تزيد عليها الصلصه، ولا ممكن انها تحطها وما تكثر من الصلصه حقتها؟ لا لا المرقوق، لا المرقوق لازم استواءه عمليه واحده من المعجون، لان لازم ياخذ اكتفاء ويشرب الطعم نفسه، بدي لازم ياخذ الخبز تاخذ الطعم. الاستواء لازم، طريقة الاستواء لازم تكون ساعة كاملة بالضبط. بعد ذلك عملية الوضع المرقوق لازم يتحرك كذا، ما يتحرك كذا، هو يتحرك بالشوكة هكذا. لو الكاميرا بس تجيب لنا كيف الطريقة، لأنه هذه الأشياء مهمة في المرقوق. أيوة الكاميرا العلوية. أيوة ما يحركوا بشكل دائري، لا نبدأ نحط طبقة ثانية من الخبز، ناخذ قطعة ثانية خبز المرقوق. ما توضع على بعض طبقات؟ لا أكيد صح. بعدين تتسكر حتى يرجع عليها البخار ثاني مرة. حلو، بس لازم تحطها بالكيس، لازم أهم شيء. هنا نجي للباذنجان والقرع والفلفل. هذا يؤخذ من موت اللحم شوي، ونقطع القرع مربعات، الباذنجان حسب الرغبة مربعات، مع الفلفل، وتترك تغلى في قدر خارجي. طيب السؤال، هل نقشرها ولا نخليها عشان تمسك بعضها نخلي قشرة عليها بس؟ لا القرع لازم يقشر، وهذا يقلم الباذنجان.
الباذنجان حسب الرغبه. يعني بس نحك حك الكوسه والباذنجان اللي لازم نقشره. والله في ناس يحطون كوسه والقرع اي في ناس يحطون كوسه بس انها تطلع مويه فلذلك يطلع مقوق رطب جدا. والبطاطا لما نحطها فيه يسحب طعم الملح والبهورات لانه معروف اي شيء عندك مالح تحطي معاه قطعه بطاطا فلذلك صحيح. لا الجزر والباذنجان احس اكثر شيء مناسب احس بالرغبه لما تحط خارج القرع والباذنجان لان في ناس يكون فيهم حساسيه بالذات ما يكون الباذنجان صح والقرع حسب الرغبه يكون في ناس فيهم سكر ما يبون نسبه السكر فلذلك على راحتهم المقادير حتكون معانا على الشاشة اللي حاب انه هو يكتبها او يصورها اذا ما كذا ثاني مرة ممكن تصوروا الشاشة على طول عشان ما تضيعي كمان نجم بس اتوقع يعني مع يعني قناه البرنامج اللي فيها الاعاده بعد البرنامج ما اتوقع انه احد صح ممكن يفقد شيء يعني اللي حاب انا تعرف شيء تكتب عليه على طول حياتنا اسم الشيف او اسم الطبق وحيكون موجود على القناه صحيح باليوتيوب تقدر تتابع تقدر تحطها في المطبخ وتمشي خطوة خطوة كمان بعض الخضار كل شيء لازم تخلي الساعة كاملة على النار بعد ما كثير ها شوفوا كيف ما يتحرك طبعا انت الحين ما حركتي بس هو تشرب يتشرب العجينه خلاص هو يحسب في مويه حاره تكون جنبك وقت الحاجه بس تصبين المويه وقت الحاجه عليه هذا الباذنجان والقرع بقدر الخارج حسب الرغبة دائما يعني الأشياء اللي بيكون فيها خضار سواء المرقوق أو القرصان بنشوف إيش الخضروات اللي بيتفق عليها البيت ايوه نظيفة اغلب الناس يتفقوا على وجود قرن الفلفل الحار هذا لازم طبق ويرقصوه كذا اهم شيء اللي يحبون الفلفل يعني هذا الطبق من الاطباق اللي حلو انك تحط فيه الشطه والليمون الاسود المجفف والقرفه حسب رغبه السيد السبيت تبغى تحطه في اول القرفه يا نورة هذه الزبده مذابه يا سلام هو
شوفي الشاي بالدسام، انسي انه الدسام كل ما صارت قلت، بس عاد المشكله عاد في الكوليسترول والهذا الحين تبون. لا لا لا، هذه بهورات المرقوق الخاصه. طب ايش هي؟ تقدر تقول لنا ايش مكونه من ايش؟ هي تقريبا فيها كزبرة قليلة، فيها شوية كمون قليل، فيها شوية اللي هو الليمون الأسود قليل، قرفة شوية قليلة، كميات تقريبا متواسية يعني، ليس الكمون الأسود الليمون الأسود كثير لأن يعطيها لون غامق. شوية كركم حسب الرغبة يعني. وهذا هو هذا أول واحد الطبق. خلينا نرجع بس شف، نرجع نعيد الطريقة والخطوات، لأنه هي هذه من الأشياء المهمة لتطبيق أي طبق وإعطاء النجاح يعني. أولا نضع اللحم والبصل والطماط في قدر خارجي، لما تغلي ناخذها في قدر ثاني من الموية المغلية، نضع الفاصوليا والجزر. حلو. بعدين نضع ايش عليها؟ اللي هو المرقوق بالطريقة اللي هذه، يكون جنبنا موية حارة. شو كيف؟ هو ما يغلي، ما نسوي له كل الحركة هذه لأنه يعطي خلاص. إذا سويت الحركة الدائرية راح يكون زي الموية زي الشوربة. عجن. أيوه. بعدين نضع عليه الصلصة، المعجون، الطماطم مع الكاري مع الزيت مع الكمون مع الملح. الليمون الأسود بالدارسين حسب الرغبة يوضع، يا مع الموية اللحم يا مع الباذنجان والفلفل والقرع بعد التقطيع بالشكل هذا. جميل. طبعا هذا من الأطباق اللي الكل يرغبها، بس أنا حابة أعرف إذا كانت يعني سويتيها طبختيها العصر وتبغي تقدميها بالليل، ما نحطها فوق بعضها، نخليها إلين ما أبغى أقدمها قبلها نص ساعة. لا، تجهزين الخضار واللحم كل شيء يكون مستوي، كل شيء مش مستوي جاهز، لما يجون الضيوف خلاص تبدين في وقت تطبقون مباشرة. أكيد لما تقهون الشاي والقهوة تبدين ترمين المرقوق. يعطيك ألف عافية. صحيح هو طبق احنا متعودين عليه، ولكن حلو انه احنا نعرف ايش الاخطاء اللي قاعدين نسويها. صحيح. ونتداركها ونعرف ايش الطريقة التقليدية الصحيحة. شيف نور الخميس يعطيك العافية، شكرا لك. الله يعافيك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تكلمنا عن قناع الفراكسول وكيفية التعامل معه مع الدكتورة نسرين، وأيضا تكلمنا عن تجديد المنازل.
صحيح. مع ضيفتنا اليوم تكلمتنا عن هذا الموضوع أكثر وأكثر. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج حياتنا، إلى اللقاء بإذن الله. ومن هنا إلى أن نلقاكم غدا، نترككم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.